السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا. كنا تكلمنا وش غير أنا يعني من قبل، نيويورك تايمز جريدة أمريكية تكلمت على موضوع الجماجم اللي سلمتها فرنسا للجزائر سلف، قال حطوها عندكم في متحف تعودوا تردوها لنا بعد 5 سنين. بعد 5 سنين تردها، وتبين انه هاد الجماجم ماشي تاع مقاومين، كان زوج برك تاع مقاومين باقي كامل، تاع اخرين كانوا في الجيش الفرنسي، اخرين كانوا بوندية، اخرين كانوا صعاليك. الموضوع كان عليه ذا نيويورك تايمز، ما هيش جريدة كبيرة، هي مؤسسة في امريكا، مؤسسة اعلامية كبيرة. بعد كلمة عليها لو موند، كلمة عليها الفيغارو، كلمة عليها ليبراسيون، يعني كبريات اليوميات الفرنسية، ومن بعد تطرح الموضوع في البرلمان الفرنسي، وتكلمت عليه برلمانية فرنسية، واردت عليها وزيرة الثقافة الفرنسية، في حين في الجزائر سيلونس، سيلونس توتال. لا صحف بودرو تكلمت، لا قنوات العرض تكلموا، لا مثقفين تكلموا، لا أحزاب سياسية من وجودة هذه الأحزاب تكلمت، لا نقاشات، لا والو. أضرب النحو طفي الضوء، هذه هي سياسة العصابة، أضرب النحو طفي الضوء، ما كان لا نقاش لا حوار والو. جبناهم بكاتب بوندر زعما يبكي، زعما قاد دفنوهم، ما شفناش كيش حفروا دفنوا. المهم تكلمت وزير الثقافة، هاي واش قالت وزير الثقافة، قالت بلي هاد الجماجم اللي تردت تسلفت الجزائر بور ان ديبو الخمس سنين يرجعوهم، هاي واش تقول هي. Quelques précisions sur le cas des crânes algériens qui ont été déposés et non pas restitués. En effet, les autorités françaises et algériennes ont mis en qui ont été déposés et non pas restitués. يعني تحطوا ما ترجعوش ما تمدوش. En place en décembre 2017, un comité mixte qui était chargé d'identifier formellement ces restes humains dans les réserves du Muséum national d'histoire naturelle. Il y a eu un travail d'étude rigoureux qui a duré 18 mois. La commission est arrivée à la conclusion que 24 crânes sur 45 remplissaient toutes les conditions pour être restitués, mais c'est sur cette base consensuelle et documentée qu'ils ont été remis sous la forme d'un dépôt à l'Algérie. Il n'a jamais été dit le contraire. خلت بونارا نضحك، قالت لك ils ont été en dépôt et non pas restitués، ما تردوش. الجزائر ما ردتش ولا كلمة، العصابة الحاكمة ما ردتش ولا كلمة ولا كلمة. واش يجي الرد منين يجي؟ استغربنا، يجي من عند شنقريحة. البارح اول ديسمبر، يعني شحال باش فطن السيد، واسمعوا شي يقول. ندوة يأتي تنظيمها تزامنا مع شهر نوفمبر الأغر، شهر الثورة المجيدة. نساب اللي راهو البرومي ديسمبر، نساب اللي راه البرومي ديسمبر، ما راش في نوفمبر. وزيد دايرين دولة ندوة حول الذاكرة وحول، لا ما فهمتش علاش هذه التي حطمت قيود الاستعمار
وكانت ميلاد فجر جديد لأمتنا. هذه دايرينها فونت كوميرس حكاية الثورة وذا ويقتلوا ويحرموا الثورة هذينا باش الجزائري باش الجزائر والجزائري يعيش في حرية يعيش بكرامة. واليوم راه الجزائري يعيش في القهر والتعذيب. كملوا نسمعوا واش راهو يحكي. 17 اكتوبر 1961 دون أن ننسى إطلاق قناة الذاكرة وإلى أهمية خاصة للمناسبات الوطنية. هذه كلها أعمال جليلة تعكس أسمى صور الوفاء والصدق الولائي لتضحية ملايين الشهداء وتؤكد قيمنا الأصيلة ومدى تمسكنا بهويتنا وتاريخنا المجيد. وعلى إثر ذلك أعلن السيد الفريق أول رئيس أركان البلغة وهو ما تدركه بلادنا جيدا حيث تعمل على مواجهة هذا الفكر المسموم وإبطال مفعولها. وفي هذا الخصوص أولى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أهمية بالغة لملف الذاكرة كركيزة من ركائز بناء الجزائر الجديدة، لا سيما في الظل وجود نوايا خبيثة لاستهداف الذاكرة الوطنية للأمة الجزائرية. كما يجدد السيد الرئيس في كل مرة التذكير بواجب الحفاظ عليها ومنحها ما تستحقه من رعاية واهتمام على غرار الحرص على استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية من متحف الإنسان بباريس ودفنهم في أرضهم التي استشهدوا من أجلها. ألور شوفوا هنا الكذب كيفاش يعني دفنوها. هذه باش ترجع لنا أنا أقول لك استرجعنا رفات ماشي جماجم، رفات يعني لوكور كامل شهدائنا مقاومين ودفنها، يعني ما استرجعناهم فماشي خذيناهم كوم ديبو سلفوهم نحطوهم في المتحف نعاودو ردوهم. هذا هو الرد ديالو لوزير الثقافة. رد جاء بطريقة خبيثة دابور، لأنه المفروض يقول عكس ادعاء الطرف الفرنسي هاد الجماجم ما جاوش عندنا باش ديبوزيهم 5 سنين، ما عندنا ما نديرو بهم تسلفوهمنا ورانا دفناهم. وإلى حد اليوم لا تبث ولا صورة واحدة عن دفن هاد الجماجم هذه. وردهم استشهدوا، هاد الناس ما ماتوش في الجزائر، ما ماتوش في الثورة في النهار، ماتوا في فرنسا. ويقول دايور الفرنسي بالوثائق اللي حصلت عليها نيويورك تايمز أنه كان غير زوج مقاومين دي ريزيستان، ما الباقي ما همش مقاومين. يلزم هنا تجي الحكاية، من المفروض الدولة الجزائرية هذه تطلب تفسير من فرنسا، يعطونا تفسير واش تقول الوزيرة ديالكم، واش تنشر في نيويورك تايمز، واش تنشر في لو موند، واش نعرف. ماشي تجي انايا واحد على السكري ما يفقه ما يسمع ما يعرف في السياسة ولا في الثقافة ولا في التاريخ، وجاي يقرأ لي في ديسكور كاتبينه له ما على بالوش بلي راهو رانا برمي ديسمبر ماناش في نوفمبر، يقول كنا في نوفمبر. هذا يزيد السيد هذا يعمل يعني ملتقى يجيب فيه وزير خارجية ويجيب فيه مسؤولين تاع مؤسسات مدنية، واش دخل قائد أركان الجيش في حكايات كيما هادو؟ ما
وعلاش جايب وزير الخارجيه وجايب مديري تاع مؤسسات عموميه علاش؟ الذاكره، الذاكره ماشي انت اللي ديرها. اذا باش نديروا ملتقى حول الذاكره عندنا وزاره الثقافه هي اللي تكون وزاره المجاهدين. وزير المجاهدين ما ديرش، داير ما استدعاش وزير المجاهدين ما عرضوش. شوف كيفاش موز المجاهدين هو اللي يمثل ينظم هذه الندوة هذه. تقول لي انت ما بقاتش الدولة، ما بقاتش يعني، لانه يقول لك كل واحد يعرف حد وين راه. هذا لما يجي يرد بطريقة غير مباشرة لوزير الثقافة، تقول وزير الثقافة واش راح ترد؟ ما تردش عليه، ما تخش معاه في بوليميك. ما تردش عليه لسبب بسيط، انه ما جاش رد عليها. هو بتلقى غير يقول جبناهم ودفناهم في أرضهم اللي استشهدوا فيها عليه على جالها. لا، هذا كلام فارغ، هذا كلام إنشاء. سي دو فيربياج، سي دو فيربياج، هذا كلام فارغ. هذا تكلمت في برلمان، كلمت في البرلمان ديال بلادها، ما جابتش مجموعة تاع عسكر و وزير خارجية ومدير مؤسسات عمومية جابتهم حقهم وخطخطب عليهم. نو، كاين نقاش، في نقاش مع البرلمانيين. ياسي رد عليها هذه الطريقة. إذا الرد هذايا يسيء للجزائر، يسيء للجيش، ويزيد يأكد فكرة الدولة العسكرية، يأكد الفكرة أنه العسكر هما يديروا كلش، خاصة من اللي جا هدايا دروبي هذا حشر الكلاب. على كل حال من اللي جا هاد البوان والسيد عافس فيها ما يعرفش حدود، وخلاص خلاص خلاص ما عندوش حدود. مارا هشام عفوان، الله أكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.